يلا خلاص الار اس ريليشن سكيما. ريليشن سكيما الار اس دي بتعمل ايه بقى؟ بتطلع نتيجه تحويل الاي ار دي دي. تمام. اول حاجه لو انت عندك جدول زي كده، ركز بقى معايا بعد اذنك في الحته دي اهو، وعندك هنا الكوليدج اي دي او نمبر رقم الايه الكليه واسمها، وعندك الدين اسم العميد او دين نمبر الاول ليه اي دي، الاي دي بتاع العميد واسمه. تمام. وهنا الطالب مثلا ده الاتش وده الاي دي وده الادرس وده البيرس ديت. وعندنا مادة هنا او حاجة تانية اسمها ايه سبجكت، وهنحط للسبجكت سبجكت نمبر ونيم. تمام. ومربوطة بمين المادة اللي هي رقم رقم الكورس، السبجكت بالستودنت، الطالب بيسجل في كام كلية، كم مادة اقصد، والمادة بتسجل فيها كام طالب، اكتر من مادة. تمام. تمام. وهنا ممكن العلاقة اسمها ريجستر او ستادي. اسم العلاقة يعني مثلا هنا الكلية العميد بيعمل ايه في الكلية، مانجمنت او دين بيرأس عمادتها، الكوليدج والستودنت ان اسم العلاقة يعني ان يعني موجود فيها. تمام. الرسمة دي اسمها ريليشن. رسمة الار اس بقى بتاخدها من الريليشن، بتاخدها من الريليشن. اول حاجة عندك مين، كم انتيتي، أربعة، فتعمل أربعة تيبل بيتقال عليه هنا تيبل. تمام. تروح قايل ستيودنت، تبدأ باللي تحتيه برايمري كي اللي هو اليونيك، مين مين اليونيك، مين الاي دي، اروح بادئ بالاي دي اد ستيودنت اي دي واقول عليه برايمري كي. برايمري كي يعني ما بيتكررش، مفتاح اساسي هو ده المميز. نيم بي ديت ادرس اد نيم اد بي ديت اد ادرس. تمام. العمر ده حق ليه محسوب متغير ولا يتحط في الجدول ولا اكنك شايفه، ايه راحت فين؟ student id name address او لو ايميل وده برايمري كي. تمام. تيبل تاني لمين؟ للدين، اروح قايل دين دين اي دي ودين نيم برايمري كي الدين اي دي. مين تاني؟ كوليدج. بمسك كل انتيتي بحط الحقول بتاعته اللي جواه كوليدج، كل الحقول المحسوبه هي اللي اتحطت في الجدول بس اللي هي الايكويشنز. بالظبط. السبجكت عشان متغيره مش ثابته فما ينفعش احطها. سبجكت سبجكت نمبر بعد كده سبجكت نيم برايمري كي. عايزين تحطوا الماكس ديجري والميني ديجري مفيش مشكله. ناقص العلاقات، في مشكله كده؟ كل انت عملنا له ايه؟ فين؟ ما عملتش حاجه زي
subject in او هنا نيم صح؟ وهنا كتبت ايه؟ اه لا ما يتحط هناك، لا لازم تحط هنا. مش زعلان. الدرجة الصغرى والدرجة العظمى لأي مد. تمام؟ ناقص العلاقات، قال لك العلاقات ليها قواعد بقى. العلاقة دي نوعين. 1 تو ايه؟ قال لك قاعدة ال 1 تو مين، ال 1 يروح للمين. يعني خد البرايمري كي بتاع ال 1 وارميه عند الستودنت مين، عند الستودنت اللي هو المين. مين البرايمري كي بتاع ال 1؟ الكوليدج. الكوليدج نمبر. هي دي البرايمري كي بتاعها، اخدها واروح حاططها عند مين؟ بس في الرسمه دي اعمل كونكت من الكوليدج للستودنت. تاني معلش، انا قلت البرايمري كي بتاع مين؟ ال1 يروح لمين؟ يعني رقم الكوليدج يجي عند مين؟ اروح اعمل كونكت من الاول بس ده نسينا ليه تعمل له برايمري كي. هو ايه البرايمري كي ده اصلا؟ مفتاح رئيسي، يعني اللي هو اليونيك، اللي ما بيتكررش. اروح ساحب من الكوليدج لمين؟ بص راحت ايه؟ كوليدج نمبر اتنقلت هنا، بتتسمى فورين كي، يعني مفتاح خارجي جاي من جدول تاني، جاي من جدول. وانا بسجل الطالب بسجل مع رقم ايه؟ ولازم رقم الكليه اللي هيتسجل يكون موجود فين؟ من ضمن الكليات اللي هنا. ما تجيش تقول لي رقم 6 كليه رقم 6 ومفيش هنا كليه رقم 6. هو ده اللي بيعمل الفورين كي. فورين كي يعني مفتاح خارجي جاي من جدول تاني بيجي نتيجه العلاقه. تاني العلاقه دي نوعين، 1 تو 1. يبقى ال 1 تو ميني فايدتها بتعمل ايه؟ ال 1 يروح لمين؟ ال 1 يروح للميني. يعني لو عندنا هنا ديبارتمنت ديبارتمنت نمبر وده يونيك وديبارتمنت نيم والعلاقة بين الطالب والقسم، الطالب بيتسجل في كام قسم؟ قسم واحد. والقسم فيه كام طالب؟ يبقى نعمل تيبل لمين؟ للديبارتمنت، صح كده؟ بتتسمى هناك انتيتي بس هنا بتسمى تيبل. دي نمبر ودي نيم وده برايمري كي، دي نمبر. انت قلت البرايمري كي يبقى مين اللي يروح لمين هنا؟ مين اللي يروح لمين؟ الديبارتمنت لمين؟ الستودنت. اروح ساحب كده كونكت من الديبارتمنت للستودنت. وانا بسجل الطالب هيجي لي معايا ايه؟ العلاقه دي نوعين، 1 تو 1. هو الدين ده مش عباره عن دكتور صح؟ اتفضل احسن دكتور. وهنا دكتور. طيب الدكتور عميد كم كليه؟ كليه واحده. والكليه ليها كم عميد؟ قال لك مين اللي يروح لمين؟ عايز تاخد رقم الدكتور تحطه عند الكليه صح؟ عايز تاخد رقم الكليه تحطه عند الدكتور صح؟ يعني لو عايز تسحب من الدكتور للكوليدج ماشي. طيب ريموف، لو عايز تسحب من الكليه للدكتور ماشي. بس في حاجه قال لك اسمها الاصح. في حاجه اسمها قال لك اسمها ايه؟ مين بقى؟ تسأل نفسك، هو أي دكتور في الجامعة عنده كلية يرأس عمادتها؟ لا. لا، طب أي كلية لازم يكون لها دكتور يرأس عمادتها؟ يبقى الدكتور اللي يجي عند الكلية. أي دكتور في الجامعة عنده كلية يرأس عمادتها؟ لا. أي كلية لازم يكون لها دكتور يرأس عمادتها؟ لا. المريض والسرير، المريض بيقعد على كام سرير؟ والسرير بيقعد على كام مريض؟ واحد. إتس ذا سيم تايم. يبقى 1 تو 1. اي عايز تاخد رقم المريض تحطه عند السرير صح، عايز تاخد رقم السرير تحطه عند المريض صح، بس الاصح تسال نفسك. مش كل مريض. اي مريض ليه سرير؟ لا لا، واحده واحده. اي سرير ليه مريض قاعد عليه؟ اي سرير في المستشفى لازم يكون ليه مريض قاعد عليه؟ ممكن يكون فاضي. اي مريض في المستشفى لازم يكون ليه سرير؟ يبقى السرير عند المريض. تمام؟ نيجي بعد كده للستودنت والسبجكت، العلاقه دي ايه؟ الميني تو ميني يا ساره هتعمل له جدول جديد. يعني الوان هو اللي بيروح عند الميني. الوان تو وان اي حاجه، الميني تو ميني بقى جدول جديد خالص. اخد البرايمري كي بتاع الاولاني والبرايمري كي بتاع مين؟ والاثنين مع بعض برايمري كي.
العلاقه الميني تو ميني تعمل لها ايه؟ تيبل جديد، مفيش حد بيروح لحد، وتاخد البرايمري بتاع الجدول الاول، مش علاقه بالجدولين، تاخد البرايمري بتاع الجدول الاول، علاقه بالبرايمري بتاع الجدول الثاني، تحطهم فين؟ في الجدول الوسيط اللي انت جبته، اللي هو بتسمى اسوشيتد. خدت بالك؟ دي اسمها ايه؟ العلاقه دي اسمها جدول وسيط اهو، وتسميه student and subject مثلا. قول يا رأي. دي الار اس. الرسمه دي بقى هي اللي بتخش على الداتابيز. الرسمه دي هي اللي بتخش على قاعده البيانات. عشان اعمل ميني تو ميني لازم اعمل جدول وسيط ياخد من السبجكت ويودي على الستودنت. ورحمه المجسمه هنا. تمام؟ وما فيش حاجه اسمها ياخد من السبجكت ويودي على الستودنت. هم ده هو وسيط ما بين الاثنين. ايه اللي من ده التجني يا عم؟ واخد من الاولاني مفيش حاجه، انا ما لهمش علاقه ببعض خالص، هو حاجه وسيطه في النص. تمام؟ زي ما بين مين المنتج ومين والفاتوره، اخد رقم الفاتوره ورقم المنتج واحطهم في جدول جديد. يعني عشان كده اقول لك ايه، لو عندك اربع جداول وفي علاقه ما بينهم مين تو مين، يبقى عندك خمس جداول، عشان العلاقه مين تو مين بتتفك لايه؟ لجدول جديد. طيب الرسمه دي بقى اللي بتتصمم على ايه؟ على الداتابيز. تمام؟ نيجي بقى نخش في قصه تصميم الداتابيز. الداتابيز بقى بتتصمم، عندنا كذا برنامج بيعملوا قواعد بيانات، اقلهم اكسس، بعد كده سيكوال سيرفر وماي سيكوال نفس بعض نفس الكاتيجوري، بعد كده اوريكل اعلى حاجه اوريكل. تمام؟ الفرق طبعا الاكسس ده سيبك منه ما حدش اشتغل بيه خالص. نيجي في سيكوال سيرفر واوريكل، اوريكل اعلى قاعده بيانات على المستوى العالم معروفه. تمام؟ هي التوب اساسا في كل حاجه. السيكوال سيرفر وماي سيكوال ناس برضه كويسين جدا. السيكوال سيرفر معمول تنسيق الثانويه العامه بيه. ماي سيكوال معمول بدا بيه فيسبوك وبدا بيه جوميا وسو شغالين بيه. فبيشيل قاعده بيانات كبيره جدا، بيقدر ياكسس عليه اكتر من عدد يوزر في نفس الوقت. شوف كم طالب بيخش على الثانويه العامه، شوف كم واحد بيخش على سو. خدت بالك؟ انتوا حابين تشتغلوا بايه هنا؟ خدنا السيكوال سيرفر. ايه؟ برنامج سيكوال سيرفر. خدتوا منين سيكوال سيرفر؟ اخدت البرنامج. المفروض ما خدتش شرحت. تمام؟ ازاي؟ طيب نعمل سيكوال سيرفر. تمام؟ ايه؟ تمام؟ فانا دي قاعده بيانات، هنشتغل سيكوال سيرفر. طيب السيكوال سيرفر ده برنامج بيبني قواعد بيانات. طيب الرسمه بتعمل قواعد بيانات، الرسمه دي قدامك طريقتين تبني سيكوال سيرفر، يا تبني قاعده بيانات اونلاين. تمام؟ يا تبني قاعده بيانات اوف لاين. اوف لاين معناه يعني لوكال على الجهاز ده. تمام؟ طب احنا لو عايزين نبنيها اون لاين، اون لاين ميزتها ايه؟ انك ممكن تاخد ملف الاي اكس اي وتفتحه في البيت تشتغل. تمام؟ ممكن تاخده في امريكا ويشتغل. مش لازم كل حاجه محتاجها لازم تيجي الشركه. يبقى الشغل كله ايه؟ اون لاين. من غير ويب. مش ويب. بس السيستم اون لاين، معتمد على الداتابيز اون لاين. يعني الداتابيز مش في الشركه. الداتابيز لو لوكال في الشركه يبقى لازم ايه؟ محتاج حاجه اجي الشركه ابص عليها. لازم اجي الشركه. اما لو اونلاين محتاج اي حاجه في اي وقت، افتح اللابتوب وافتح السيستم واشتغل. واضح احنا هنشتغل عليه، هنشتغل اونلاين احسن. تمام؟ طيب عشان تحجز تشتغل اونلاين لازم تحجز سيرفر. لازم نعمل سيرفر، السيرفر ده عباره عن جهاز شغال 24 ساعه. تمام؟ السيرفر ده ممكن ايه؟ قدامك طريقتين، يا تشتري سيرفر. تمام؟ يا تأجر سيرفر. طبعا تشتري سيرفر ده غالي جدا، ده الناس الكبيره بتشتغل تشتري سيرفرات. يعني لو اشتريت سيرفر يقول لك لا، يبقى انا امن عندي السيرفر ده، عامل زي كيسه كبيره كده وبامكانيات غاليه جدا. لكن انت تتخيلي كيسه شغاله 24 ساعه ما بتطفيش، لكن انت تتخيلي كيسه كذا واحد بيخش عليها في نفس الوقت، لازم امكانيات غاليه تبدا من 40 و 50 الف فين طالعه معروف. تمام؟ طبعا في شركات تقول لك لا، انا مش هأجر سيرفرات، هشتري سيرفر ليا. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك انا ما اخليش الداتا بتاعتي بره. يعني عندنا في الجامعه عاملين كده، ما ينفعش داتا الجامعه تبقى بره، فاحنا شايلين اثنين سيرفر. تمام؟ اثنين سيرفر ده عشان واحد يهدى وواحد يريح ده وشغل ده، يريح ده وشغل ده، ما تشغلش 24 ساعه. نفكت السيرفر. طبعا يا اما تأجر سيرفر. تأجر سيرفر عشان سيرفر، يا اما واحد يقول طب ما اخلي جهازي سيرفر. جهازك هيستحمل انه يشتغل 24 ساعه ما يطفيش طول العمر؟ ده ينفع. لو اوكي ماشي. تتصل بشركه تي داتا وبتاخد ستاتيك اي بي. حاجه اسمها ستاتيك اي بي. ستاتيك اي بي عشان تثبت الاي بي بتاع الجهاز بتاعك ما يتغيرش، عشان دايما اي حد يدخل ما يلاقيش ايه السيرفر ايه واقع. تمام؟ احنا كده كده الاي بي بتاعنا بيتغير كل شويه. الاي بي عشان طبعا الاي بي، لو انا عرفت الاي بي بتاعك هعرف هكر عليك.
تمام. بس استاتيك المواقع السيرفرات بتاعت المواقع دايما بتبقى ايبيات ثابته. اصل لو النهارده بنيت الموقع على اساس انا اي بي رقم 18 بكره هيتغير 16، هذا يدخل على السيت هيبقى واقع مش هيتغير، فاحنا بناخد ستاتيك اي بي. تمام ده لو انت عايز تعمل، لو انت عايز بقى تاجر سيرفر، مواقع كتير بتاجر سيرفرات. في موقع اسمه جو دادي اهو، جو دادي اذهب مع بابا. عندك هوستنج اهو، الهوستنج السيرفر بتاعك، المكنه الجهاز بتاعك، عايز تسطب على لينكس ولا ويندوز؟ لا ويندوز. باقات الويندوز ايه؟ $3 في الشهر، $5 في الشهر، $6 في الشهر. تمام؟ انت يهمك الحته، طبعا كل واحد ومساحه ومساحته. هنا بيديك كام جيجا ستورج؟ هنا انليمتد. هنا بيديك كام قاعده بيانات ماي سيكوال؟ هنا 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 بيديك كام قاعده بيانات سيكوال سيرفر؟ واحد. هنا هنا خدت بالك؟ خدت بالك؟ طيب كل واحد بقى حسب ايه مزاجه بقى زي ما انت عايز. دي فكره مين؟ الابلكيشن بتاع حضرتك. احنا هنا لو انت هتشتغل كده، احنا هنا مش هنأجر، مش هنشتري. عندنا موقع اسمه سمارتر اي اس سي بي دوت نت. موقع سمارتر ايه؟ هنسرق. ده بيدي فري لمده 60 يوم. ده بيدي فري لمده ايه؟ 60 يوم. تمام؟ بتحجز على السيرفر وتشتغل عادي جدا. خدت بالك؟ ده اول حاجه لازم تعمل له ميل. بس بعد 60 يوم طبعا بيخلصوا خلاص. خدت بالك؟ بس بناخد نسخه احتياطيه منين؟ من الداتا بيز، بس ال 60 يوم بيخلصوا. فاهمني؟ طبعا تعمل بقى يعني زي اي مصر اصيل، تعمل اكونت تاني تخش عليه ده. خدت بالك؟ مش عادي يعني، بتاخد 60 يوم جديد. تمام؟ ده بنعمل اكونت عليه، عندك جيت ستارت اهو. وبتخش تعمل ايه؟ الاكونت عادي. وده اللي بنحجز عليه السيرفر بتاعنا. ليه؟ عشان نخلي طبعا الداتا بيز بتاعتنا بس هي اللي هتبقى اون لاين. الداتا بيز بتاعتنا بس، اما الابلكيشن هنعمله بالنيت بينز عادي جدا. تمام؟ وفي الاخر بيخرج كام ملف؟ ملف واحد. تمام؟ طيب هنبدا اول حاجه نبني قاعده البيانات باستخدام سيكوال سيرفر. يا تبنيها من على السيرفر، انا بصراحه مش هبنيها النهارده عشان الراجل اللي جنبي. يعني مش ينفع، انا بس هنبدا مقدمه ونتكلم عشان مش عايزين بقى راح عليه اكتر من كده، ده هيجي بكره مش عارف بقى، ربنا يستر. تمام؟ بس اهم حاجه عايزك تجمع لي الداتا اللي احنا نعمل على السيستم بتاعك النهارده كده، عشان احنا بكره هنتقابل، محدش ينسى احنا بكره جايين. تمام؟ طيب هنا هنبدا نعمل الداتا بيز. عايز انك انت بقى اما تروح البيت تعمل لنا ميل. ميل على ال لا ميل، ميل عادي، ميل جيميل. ماشي. تعرف تعمل ميل؟ طبعا. جدع انت. تمام؟ واثق من نفسك. ايه؟ لا ما بس انا قلت حاجه. تمام؟ فتعمل لنا ميل بس، عشان هنا محتاجين ميل عشان بيبعت لنا كونفرميشن عليه. طب اسالك سؤال. اسال في سؤال. هو لو مثلا يعني مش ممكن يفشل ان الميل دوت معمول من نفس الاي بي؟ ايه؟ الميل دوت معمول من نفس الاي بي؟ مثلا تحريم بيعملوا بان للاي بي دوت؟ لا مش فاهم يعني. يعني مثلا انا مثلا الكمبيوتر بتاعي عنوان اي بي ثابت صح؟ العنوان ده انا بدخل بيه، يعني مثلا عملت ميل حلو، انا برضه من نفس الكمبيوتر خلص في ال 60 يوم بتاعت، هعمل برضه من نفس الاي بي تاني هعمل ميل تاني. هو بقى مش ممكن يعرفوا ان انا عامل لا ما هو ده لو عملت عليه اكتر من حوالي 50 من او 20 من نفس المكنه نفس الجهاز اللي بيقفل ما يرضاش يخليك تعمل السيرفر ده. الجهاز ده السيرفر ده، عشان كده بفكر ان انت ايه بتبيع كده فيرفض على طول السيرفر ده، فما تقلقش هم قافلينها اساسا. فاحنا هنعمل ميل ونبدا نشتغل عليه على هنا، وده اللي هنشتغل بيه دايما. انت برضو بتقول طلع لك الاس ام اس ديت كونكشن تايم اوت، مش نشوفها دي شغال عادي، حتى احنا كنا عاملينها اهو. كنت مثلا عايز سرعه نت عاليه يعني كده، بس بدون النهايه كده. في النهايه بقى كده هنبدا ايه؟ هنشتغل على السيرفر ده وهنعمل اكونت عليه، وازاي نجهز السيرفر بقى. في حوالي مراحل كده بتاخد في 10 دقائق لازم نجهز السيرفر. ان انت جاهز السيرفر يتسطب عليه الويندوز، بعد كده يتسطب عليه السيكوال سيرفر. تمام؟ تقول ده هو اللي بيعمله. بعد كده تخش تبني قاعده بيانات، يا تبني قاعده بيانات من على السيرفر دايركت، يا تبنيها من على برنامج مين؟ سيكوال سيرفر اللي يعجبك تشتغل بيه. بس لو تشتغل من السيكوال سيرفر يبقى عايز تقيل قوي، يبقى عايز نت سريع شويه، عشان انت هتكونكت على سيرفر بره
من اول انا اشتغل شغالين بقى اونلاين بقى مش لوكال، خد بالك كده دايما هتلاقينا محتاجين نت، يعني النت لو فصل في مره هنروح عشان لازم يكون النت شغال. هو ده عيب شغل الابلكيشن المعتمد على النت، طبعا لو النت فصل يقول لك لا كده السيستم وقف، خد بالك.